حرمان الهوى مع إيمان أحمد. مساء الخير. حين تصمت المدافع فمن حق الضحية أن تمنح صوتاً لتتحدث عن الظلم الحاصل عليها، وسيتعين على الجميع جلب أولئك المجرمين إلى أقفاص الاتهام للقصاص. وحينما تصمت المدافع سنعيد تأهيل كل شيء بداية من الحجر إلى عقول البشر مروراً بكتب التاريخ لنروي للمستقبل ما حصل، ولكن لنتمكن من تحقيق هدف المفروض أنه من بديهيات الثورة سنحتاج لقرار محكمة يحسم النتيجة ويتحدث عن ثورة صداحة لا عن أزمة أو حرب أهلية. نحتاج لقرارات تجبر نشرات الأخبار في أقاصي الأرض أن تقول وانتصرت الثورة وحكم على المجرم، لا أن تقول كانت حربا أهلية وانتهت باتفاق سياسي. نحتاج لقرار إدانة تثبت المثبت وتكون واجهة للسوريين في الخارج ولا تترك فرصة لتحايل لفظي حتى. في ظل هذا الواقع الصعب نتساءل كسوريين عن إمكانية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب، وما هي فرص إقامة محاكم تعيد الحقوق إلى أصحابها وتعاقب مرتكبي تلك الجرائم. يظن المرء أن مبدأ المحاسبة هين ولا يدري أن العدالة تتطلب جهداً كبيراً على مختلف الأصعدة، فتبدأ بتوثيق الجرائم توثيقاً دقيقاً وفق المعايير الدولية، وكذلك تحديد مرتكبي تلك الجرائم وتوجيه الاتهامات للضالعين فيها، وقبل كل ذلك إيجاد المحكمة المناسبة لتنفيذ العدالة، كما أن الإرادة السياسية هي العامل الضامن والوحيد لتنفيذ تلك المحاكمات. تبعاً لما ذكرت حلقتنا لليوم هتكون عن فرص إنشاء محكمة خاصة بسوريا. كما أنتم فقراء كما أنتم يا
ومنسمع تقريرنا الأول لليوم ومنرجع لكم. أعلن محققو جرائم الحرب في سوريا عن استعدادهم بتقديم قوائم سرية بأسماء المشتبه بهم إلى أي سلطات ادعاء سعيا لتحقيق العدالة. وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة الآن، سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جنات المشتبه بهم محددين لسلطات ادعاء حكومية مختصة لتطرحها أمام قضاء مختص ونزيه. وقدم بينيرو لمجلس حقوق الإنسان الأممي تقريره التاسع حول سوريا، ويشمل التقرير الأحداث في سوريا منذ بدايتها في مارس أذار 2011 وحتى يناير كانون الثاني 2015، معتمدا على إفادات لأكثر من 3500 سوري تعرض أو شهد خرقا لحقوق الإنسان. وجمعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة شهادات وأدلة وأعدت قوائم سرية لمشتبه بهم تقول إن من بينهم مسؤولين عسكريين وأمنيين بالحكومة السورية. وكان قد صرح عضو في لجنة التحقيق إنها تنظر في إمكانية إنشاء محكمة للنظر في جرائم مرتكبة في البلاد التفافا على مجلس الأمن خشية من فرض فيتو على هذا القرار، وأوضح قائلا: لا يمكن إنشاء محكمة دولية إلا بقرار على مجلس الأمن الدولي، نحن نريد أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء هذه المحكمة أو إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية. كما قلنا إنه في حال غياب هذا القرار فإن الجمعية العامة قد تنظر في إمكانية إصدار تفويض لإنشاء محكمة دولية على أساس عدم تحرك مجلس الأمن الدولي. وكان قد أبدى محقق الأمم المتحدة حول النزاع السوري والذين عينهم مجلس حقوق الإنسان استعدادهم لنشر لائحة بأسماء مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من أي خطر لانتهاك حقوقهم. وفي تقريرهم التاسع لمجلس حقوق الإنسان اعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد يزيد التأثيرات المحتملة للردع ويساعد في حماية السكان المعرضين لأخطار أعمال العنف. وأضافوا إنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى تعزيز الإفلات من العقاب من قبل مرتكبي هذه الجرائم. ومنذ أن بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها أكد محققو الأمم المتحدة أنهم يريدون إبقاءها سرية. ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينيرو الجمعة إلى نيويورك لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي. وردا على أسئلة الصحفيين قال بينيرو إن موعد تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان ما زال قيد البحث وما زلنا ندرس مسألة الإيجابيات والسلبيات. وأقرت عبر التاريخ عدة آليات قضائية خاصة بدول شهدت نزاعات مثل رواندا والبوسنة والعراق. وبرحب بضيف حلقتنا لليوم المحامي المعارض الأستاذ أنور البني. يسعد مساك أستاذ أنور وأهلا وسهلا فيك على هوا راديو أورينت. مساء النور ومساء النور لكل المستمعين. أستاذنا، يعني الحقيقة بداية إذا بدنا نعرف سواء المستمعين بشكل عام على المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، أي شو الفرق تماما بيناتهم وأي بتصلح للحالة السورية؟ في فرق كتير بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية. محكمة العدل الدولية هي محكمة مؤسسة للنظر لخلافات الدول حول قضايا حدود أو أي مشكلة توقع بين الدول يقرروا أو بيتفقوا على أي حالة محكمة العدل الدولية ممكن تتحول. محكمة الجنائية الدولية مسألة مختلفة، مسألة منشأة للنظر بالجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، لكن هي منشأة للنظر بالجرائم ضمن اختصاص المنصوص عنه يلي هي أن تكون إحدى الدول الدولة موقعة الاتفاقية أو أن تحال القضية إليها من مجلس الأمن الدولي. نعم. طيب بحالة مثل الحالة السورية برأيك أي أجدى، محكمة خاصة أم محكمة جنائية؟ هلا هو المشكلة كل الطرق مشدودة. المشكلة إنه هي الجرائم اللي عم ترتكب هي باختصاص محكمة الجناية الدولية، لكن المشكلة إنه طريق إلى محكمة الجناية الدولية هو طريق مغلق بسبب إنه لا يمكن أن تحال المحكمة إلى محكمة الجناية الدولية إلا إذا كانت الدولة موقعة باتفاقية روما أو إذا كانت أحيلت إليها الملف من قبل مجلس الأمن. والحالة السورية ما أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك أي أمل أن تحال القضية إلى مجلس إلى محكمة الجناية الدولية من قبل مجلس الأمن بسبب الموقف الروسي والصيني اللي يعني من خايفين على حالهم أساسا أو خايفين على النظام أو على مرتكبي الجرائم
سوريا ما خايفين على حالهم باعتبار اذا ادين النظام بالجرائم فهذا يعني ادانه واضحه لهم وتوريطهم باعتبارهم داعمين ومولين بالاسلحه وبالمال ومولين جرائم فسيدانون معها، وبالتالي لن يسمحوا باحاله تلف سوريا الى محكمه الجنايات الدوليه. نعم، طيب حضرتك ذكرت يعني انه بتوقف خلينا نقول الملف عند مجلس الامن بحكم الفيتو الروسي او الصيني وكل هاي الاجراءات. شو المفروض تكون الخطوة التالية؟ يعني هل نحن المجتمع الدولي أو الدول المفروض بتدعم هيك إجراء بتقعد عم تنتظر، أو في إجراء ممكن يتخذ بعد ما ينمنع عن مجلس الأمن أشد الأسباب؟ نعم. الأساس بنظري أنا ومنذ البداية من 2012 وضعت خطة للأعداد الانتقالية تعتمد على محاكم سورية مشتركة مع قضاة دوليين وتحت قانون دولي وقانون الإجراءات الدولية. يعني الوحيد الذي سينظر في ملف الجرائم المرتكبة بسوريا هي جرائم تكون في سوريا وبأي سورية بمساعدة ودعم المجتمع الدولي. هذا هو المطلوب، ولن تستقر الحالة السورية حتى محكمة الجنايات الدولية. إذا نظرت فإنها ستنظر في 4 أو 5 ملفات، لن تنظر في كل الجرائم التي ارتكبت. يقتصر الوضع على 4 أو 5 ملفات وعلى شخصيات محددة ولم تنظر بكل الجرائم، وبالتالي من سيقوم بتطبيق العدالة في سوريا هم السوريون بأنفسهم بدعم ومساعدة المجتمع الدولي. هذا هو الحل الوحيد النهائي للمسألة حسب رأيي. نعم، طيب حضرتك كمان ذكرت أنه حسب الدول الموقعة على ميثاق روما سوريا وقعت بسنة 92، دخلت حيز التنفيذ بال 2002. هل سوريا شاركت؟ نعم، سوريا شاركت في صياغة القانون محكمة الجنايات الدولية في روما، لكنها لم توقع الاتفاقية عندما أنجزت، بالتالي ما في مجال للعودة إلى هذه الاتفاقية لأنها بشكل نهائي هي ما وقعت. أبدا، لأن سوريا لم توقع، وبالتالي ننتظر فقط أنه يحيل مجلس الأمن، وهذا المسألة غير واردة حسب اعتقادي. طيب إذا بدنا نقول نروح لمحكمة دولية يعني بشكل خاص شبيهة بالمحكمة اللي حصلت لرفيق الحريري والتكاليف المرافقة لهالأمر، هاد لأي درجة التكلفة المالية ممكن تتحكم بأمر مشابه تدعم أو تقوي الموقف؟ نعم، كمان بحاجة لقرار مجلس الأمن، وهذه المسألة كمان لن تسمح به روسيا والصين. كمان المحكمة الجنائية الخاصة بسوريا إذا أنشئت فإنها ستنشأ بقرار مجلس الأمن ولن تنشأ من تلقاء ذاتها، تحتاج إلى قرار مجلس الأمن، وقرار مجلس الأمن لن يصدر بسبب الموقف الروسي والصيني. مصطدمين بالحالتين، بحالة محكمة الجنايات الدولية وبحالة أحكام خاصة بسوريا، محكمة دولية خاصة بسوريا، سنصطدم بقرار مجلس الأمن ستقف روسيا والصين في وجهه حتما ولن تتراجع عن هذا الموقف خوفا من إدانتهما. يعني نحن بالنهاية أمام قرار في توافق سياسي بهذا الأمر من خلال قرارات مجلس الأمن أو بحجة قرارات مجلس الأمن، هو قرار مسيس يعني بالمنع أو بالسماح، ما هيك؟ بالضبط. العدالة هلأ الآن محجوبة عن الوضع السوري، يعني وهذا أحد الأسباب التي ترتكب تزداد في جرائم بشاعة وعددا، لأن المرتكب يشعر بداخله بأنه بأمان وأنه محمي من العقاب، فيمعن يزداد بشاعة الجرائم وينخرط آخرون. طالما أن هناك ليس هناك عقاب فلا مانع من أن ينخرط أي شخص بأي جريمة وأن تزداد جرائم بشاعة طالما هناك إحساس. وغالبا ما يعطي هذا الإحساس هو قرارات أو الحديث دائما في المجتمع الدولي عن حلول سياسية دون أن تترافق هذه المسألة مع الحديث عن العدالة والاقتصاص من المجرمين، وبالتالي دائما عندما يتم الحديث عن العدالة دون أن يتم عن حلول سياسية دون أن يتم الحديث عن سياسة فيخلق انطباعا لدى المجرمين أن الحل السياسي سيطوي جميع الجرائم، ولذلك لا مانع من زيادة الجرائم وتعددها وزيادة بشاعتها طالما أنه كل العالم يقول أن هناك حلول سياسية، فأصبح لدى المجرمين قناعة أو إحساس بأن هذه الجرائم ستطوى، وبالتالي يزدادون ارتكاب الجرائم وتزداد بشاعة وعددا. نعم.
طيب أنا بدي أفترض جدلا، يعني قدرنا نتجاوز عقبة مجلس الأمن، هل تفاصيل القوانين ممكن تجاوزها إذا كان في قرار سياسي؟ يعني بداية إذا تم تجاوز عقبة مجلس الأمن، في قوانين تحكي عن إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها المحكمة بالنظر في القضية، طب بهالحالة يؤخذ برأي النظام أصلا بيعتبر صاحب سيادة أو لا؟ خلص في قرار سياسي رئيسي أصدر وبتمشي الأمور. ليس لا يمكنه للنظر بالجرائم، لأنه أولا مكبل بقانون السلطة القضائية الذي يجعل السلطة التنفيذية لها يد العليا في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، هذا من جانب. ومن جانب آخر بسبب وجود القوانين التي تمنع محاكمة رجال الأمن والجيش والشرطة والجمارك عن أي جريمة ارتكبوها إذا لم يتم الحصول على موافقة رئيسهم. يعني هناك القانون رقم المرسوم التشريعي رقم 16 المادة 14 تقول بأنه لا يجوز محاسبة أي عنصر أمن أو عنصر أمن أمام أي محكمة تحريك ادعاء حق العام قبل الحصول على موافقة رئيسه. والقانون العقوبات العسكرية يقول بلزوم بضرورة وجود أمر لزوم محاكمة من وزير الدفاع قبل تحريك الدعوة العامة على أي جندي أو عسكري. والمرسوم رقم 52 على ما أعتقد عام 2011 ألحق رجال الشرطة والأمن السياسي والجمارك بالحماية المنصوص عنها لعناصر الجيش، وبالتالي الجميع بالقانون السوري جميع المرتكبين من جيش وشرطة وأمن وغيرهم محميين من المحاكمة بالقانون السوري، وبالتالي لا يوجد صلاحية للقضاء السوري، أيضا أنه غير مؤهل، لا يوجد صلاحية له بالنظر بالجرائم، وبالتالي لا يمكن الحديث عن القضاء السوري لا بالوضع الحالي أو بوجود النظام أبدا عن بإمكانية النظر في جرائم مرتكبة. طيب أنا اللي بيعني أنه هل بيأخذوا فيه كنظام، يعني غير أنه القانون السوري دوليا إذا تم تجاوز مشكلة مجلس الأمن، هل بيعتبروه صاحب سيادة بيقدر يمنع يسمح أم لا؟ بهالحالة بيتجاوزوا كل هاي القوانين وبتمشي. إذا وجدت محكمة فهي لن يكون هناك دور النظام حتما فيها كنظام. نعم. لن يكون دور أو تأثير حتما إذا وجدت محكمة دولية وتنتج، يعني صدر قرار مجلس الأمن أو هي لن يكون هناك دور أو تأثير للنظام على عملها أو وجودها حتما. نعم. طيب برأيك يعني بهالحالة هل بيضل باب التحرك الدولي اتجاه أي محكمة بأي صيغة بيضل الباب مفتوح حتى يعني يدخلوا بشار ضمن مفاوضات؟ يعني هل هو باب لانتظار إدخال بشار ضمن مفاوضات سياسية وبعدها بالتالي بيتجاوزوا موضوع المحاكمات وبيقدروا يطلع بشكل عام منها؟ أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو بيد السوريين وهم صحابين القرار فيه، ولن يكون للمجتمع الدولي مهما ما صار أو اعترف أو لم يعترف أو أعطى دور لأحد أو لم يعطي دور لأحمد، الشعب السوري هو صاحب الكلمة وهو الذي لم قرر أنه لن يعطي للنظام بشار أو للمسؤولين السوريين الذين تورطوا بالدم أي دور أو فرصة في مستقبل سوريا. هذا القرار قرر الشعب السوري ولن يثني أحد أو يؤثر بهذا القرار، لا عالم دولي ولا مجتمع دولي ولا غيره، ولن تستقر سوريا قبل أن يكون هناك عدالة واختصاص من المجرمين. هذه مسألة واضحة وحاسمة ونهائية، وأي مماطلة من المجتمع السوري من المجتمع الدولي أو تأخير أو غيره هي لن تؤثر إلا بمزيد من الدماء ولن تؤثر في النتيجة أكثر، ستزيد من الثمن على الشعب السوري، ستزيد من الثمن معاناة أو تدمير أو قتل، لكنها لن تغير أبدا من النتيجة النهائية أن المرتكبين سيحاسبون وسيدانون وسيعاقبون. هذه المسألة حسمها الشعب السوري منذ أول يوم، وليس طبعا الجرائم ارتكبت الأثناء عن كل الجرائم التي ارتكبت في 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 في, في زمن البعث. يعني هذه مسألة محسومة ونهائية ولن يؤثر أحد في العالم على قرار الشعب السوري أو يسميها عنها مهما حاولوا. نعم. طيب في هالحالة المشابهة بنقدر ناخذ هاي القرارات أو تقديم المجرمين للمحاكمة حتى بأثر رجعي؟ يعني هل في إمكانية قانونية بساعدها يعني لفتح ملفات مثلا الثمانينات؟
سيكون هناك إمكانية قانونية لفتح يوما ما سيأتي قريبا، وأعتقد سيكون هناك إمكانية وسيتم إدانة ومعاقبة جميع المجرمين. وأنا بهذا الطريق تقدمت أنجزت مشروع حول إنشاء محكمة شعبية الآن على طريق بيئة ملف للعدالة الانتقالية. أنجزت مشروع إنشاء محكمة شعبية و بآلية دولية وقضاة دوليين مع مشاركة قضاة ومحامين سوريين، وننتظر أن نجد الجهة الممولة، وأتمنى أن تكون حيادية ليست حكومات، يعني أن تكون من مجتمع مدني من منظمات حقوق الإنسان، أن ننشئ هذه المحكمة لنظهر للعالم أننا سنبدأ بالمحاكمات في كل الأحوال، وأن موضوع العدالة لن يكون مسألة مساومة سياسية أو يتم التغاضي عنها في صحبة سوريا. نعم، هيك مشروع برأيك لأي درجة بيحفز المجتمع الدولي للأخذ فيه ودعمه؟ سنجبر المجتمع الدولي على أن يحترمه على الأقل، أن يأخذ به، لا نستطيع أن نجبره أن يأخذ به أو يلقي القبض على المجرمين عندما يكون بأراضيهم، لكن سنجبره على أن يحترم هذه القرارات. ونحن كذلك نحاول أن نضغط على الدول الأوروبية أن تفتح محاكمها الدولية للنظر بالجرائم المنتهكة على الأراضي السورية، أي أن تعطي لمحاكمها الوطنية صلاحية الدولية الصلاحية العالمية للنظر بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. قطعنا شوط صغير على هذا الموضوع، أنجزنا خطوات صغيرة، لكن نأمل بالأكثر ونحاول أن نفتح. سبق أن قامت بلجيكا عام 2000 بفتح هذه الباب لمحاكمها الوطنية، ولكنها عادت وأغلقته بال2001 بعد أن حينها رفعت الدعوة على شارون بتهمة مجازر صبرا وشاتيلا، وبالتالي أغلق هذه البوابة. نطالب الآن الدول الأوروبية ونعمل على أن تعيد فتح هذا الباب، لأن تقوم المحاكم الأوروبية أو أي محاكم أي دولة في العالم بالنظر بالجرائم التي تحصل في سوريا، كذلك كخطوة أولى على طريق إنجاز العدالة الوطنية السورية. نعم، طيب نأمل لهالأمر يتم، يعني يمكن يكون في دول قوانينها بتساعد بهالخطوات أكثر من دول تانية، ما هيك؟ يعني أنجزنا الآن خطوات صغيرة بحيث تناقش الدول الآن هذا الموضوع، أو على الأقل تناقش قبول ادعاءات من مواطنين سوريين المهاجرين أو اللاجئين السوريين. بدأت بعض الدول باستقبال ادعاءات قبل أن تحيدها المحكمة، لم تقرر إحالتها المحكمة، لكن بدأت تقبل أن تنظم ادعاءات وتوجد قاعدة بيانات للمنتهكين ممكن أن تعمم على كل أوروبا. نأمل نبذل جهودا في هذا المضمار، أنا وغيري كثيرون، أعتقد نأمل أن نحقق خطوات في المستقبل القريب. نعم، طيب في محاكمات مشابهة أستاذ أنور، يعني العدد السنوات اللي بتأخذها هاي المحاكمات لحتى تؤتي ثمارها، يعني يبلش يصير في ملاحقة للمجرمين، تتراوح بين قدي وقدي، ولأي درجة بيصير مجدي هاي المحاكمات لما للضحايا ولزويهم حتى لما بتستغرق سنوات طويلة؟ هي مجدية بكل الأحوال، يعني يعني على الأقل وجود المحاكمات هو ضروري لبناء سوريا قادمة، ضروري لوقف يعني لإعطاء أمل بأنه هناك طرق أخرى غير الانتقام العشوائي أن يتم وأن يذهب ضحايا جدد. يجب أن تكون سريعة العدالة الانتقالية، أن لا تأخذ هذه السنوات الطويلة، طالما أنها بأيدي سورية وطالما أنها ستكون على الأرض السورية فلا أعتقد أنها ستأخذ أوقاتا طويلة. لكن مع ذلك يجب أن تكون وترسل رسالة أولا للمجرمين أن هناك أنهم سيكون عقابهم، والأهم للضحايا أن هناك من يتابع حقوقهم، وأن الطريق الحقيقي للوصول لحقوقهم هو عن طريق العدالة وليس عن طريق الانتقامات الواسعة. نعم، طبعا في مصطلحات جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية، قبل ما نفرق بيناتهم ونشوف أي حدا فيهم بينطبق أكثر على الإجرام الأسدي، حاسمع أنا وأنت هالفاصل هالتقرير ونرجع.
أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 من آب أغسطس سنة 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 1/17S الذي اعتمد في دورته الاستثنائية 17 وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار عام 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكلفت اللجنة أيضاً بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، وكذلك حيثما أمكن تحديد المسؤولين عنها بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في 2 من كانون الأول ديسمبر العام 2011. وأصدرت اللجنة منذ بداية عملها 4 تقارير و4 تحديثات دورية عرضت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلد، واستندت فيها إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 1400 شاهد وضحية. واعتمد تحقيق اللجنة في المقام الأول على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث، وتم إجراء أكثر من 1000 مقابلة وذلك في الغالب مع أشخاص في المخيمات والمستشفيات في البلدان المجاورة لسوريا. كما أجريت مقابلات بالهاتف والسكايب مع ضحايا وشهود داخل البلد، وتستعرض اللجنة أيضاً الصور الفوتوغرافية والتسجيلات الفيديوية والصور المرسلة وسجلات الطب الشرعي والسجلات الطبية والتقارير الواردة من حكومات ومن مصادر غير حكومية والدراسات التحليلية الأكاديمية وتقارير الأمم المتحدة. وللتوصل إلى استنتاج تشترط اللجنة أن يبلغ تأكيد الحوادث مستوى يوفر للجنة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الحوادث قد وقعت على النحو المذكور. ونرجع على ضيفنا الأستاذ المحامي المعارض أنور البني. أستاذ أنور، يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أي أكثر بينطبق على نوع الإجرام الأسدي بحق السوريين؟ يعني هو ارتكبت كل أنواع الجرائم في سوريا، يعني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت جرائم حرب، ارتكبت جرائم إبادة جماعية، ارتكبت إبادة جرائم تطهير عرقي، ارتكبت مختلف أنواع الجرائم وكلها تنطوي تحت بند المحكمة الجنائية الدولية أو ما تختص به المحكمة الجنائية الدولية. نعم، هي الأوسع فيهم أو الأشمل يعني هي الإنسانية أو جرائم الحرب، يعني هن التنتين ارتكب، بس أي الأفضل أنه يتقدم فيها؟ يعني بما فيها جرائم الاغتصاب الجنسي يعني أو نعم. كلها تنطوي تحت جرائم، أهم جرائم ضد الإنسانية. نعم، كنا عم نحكي أنه يعني معظم اللجان اللي إجت عم تشتغل على هالأمر هاد طلبت صور ووصلها صور، يعني مؤخرا ما لها فترة طويلة كتير الصور اللي وصلت عن طريق المعروفة باسم صور قيصر أو سيزر اللي تم تسريبها عن طريق الضابط المنشق، وتم عليها يعني اجتماع للجنة مطولة ودراسة والتأكيد، ووصل عددها بين 11 و12 ألف صورة مثبتة وتم مناقشتها. دليل مادي لم يصدر بعده أي قرار، برأيك ليش ما صدر أي قرار وشو العقبات اللي عم يحطوها باتجاه دليل مادي من هالنوع؟ ما هو هي المشكلة، إنه الجرائم ثابتة ليست فقط بالصور، جرائم ثابتة بتقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي تناقش تقريرها في جنيف منذ يومين الأسبوع الماضي، وكان التقرير 13 التي تقدمه لجنة التحقيق والتي لديها أسماء متورطين بالجرائم مع ملفات كبيرة جدا قامت بالتحقيق فيها بالجرائم المرتكبة في سوريا. المسألة أين ستتم المحاسبة؟ حتى الآن الطريق مغلق، لا يستطيع أحد أن يتحرك، لأن المسألة ليس هناك محكمة مختصة تنظر في هذه الجرائم. جرائم صور سيزر هي رأس جبل جديد وليست كل الحقائق، هي رأس جبل جديد، هي جزء بسيط، جزء من 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 قسم من الجرائم التي ارتكبت. المشكلة التي تواجه الجميع هي أين من سيقوم بالمحاكمة، وليس وجود الجرائم ووجود الأدلة.
ما عندهم مشكلة بالأدلة، عندهم مشكلة بالقرار السياسي يبدو. طب تهم المجزرة الكيماوي، هل هي بتتصدر عادة هيك أمور أو لا بياخذوا المجازر الأخرى؟ كل جرائم كما قلت لك، هي جرائم إبادة جماعية، جرائم تطهير عرقي، جرائم جنسية يعني متعلقة بالجنس، جرائم حرب، كل جرائم المشكلة وكلها مثبتة. المشكلة ليست في إثباتها، المشكلة فقط أنه من سيقوم بالمحاكمة. طيب بحال يعني ضمن صفقة سياسية ما بقي بشار الأسد كصيغة للحل، فترة انتقالية أو تم نفيه خارج سوريا بأي صيغة، بهالحالة هل يمكن متابعته وملاحقته وتقديمه للمحاكم أم لا؟ مجرد وجوده بصيغة اتفاق سياسي بتمنع؟ هي لن، كل ذلك سيكون مؤقت ريثما يبدأ ملف العدالة السورية بالتحرك، وعندها ستكون كل اتفاقيات هي ملغاة ولا قيمة لها، وسيتم ربما لن يسلم ولكنه سيظل محاصرا حتى ينفذ عقابه هو أو كل المرتكبين. هي مسألة ممكن أن يتم الاتفاق عليها المجتمع الدولي لفترة قصيرة، لكن عند قيامة، عند وجود حقيقة دولة سورية تمثل الشعب السوري، لن يستطيع أحد ولن يتمكن أحد من أن يطوي ملف العدالة عن السوريين، لأنها حق مستقبل سوريا الجديدة هو العدالة التي تستحقها، وبدون عدالة ليس هناك مستقبل لسوريا. لا يمكن السماح لمجرمي حرب أن يكونوا جزء من مستقبل سوريا وأن يتحول أمراء الحرب إلى أمراء سياسة. هذه مسألة أثبتت فشلها عبر التاريخ في كل الدول التي طبقت فيها وعادت أجيج الحروب والجرائم لترتكب من جديد. هذه المسألة السوريين يعون درسهم جيدا ويعرفون أنه لا يمكن أن يتحول أمراء حرب إلى أمراء سياسية أو قادة سياسيين في المستقبل، وإن المجرمين حتما سيأخذون عقابهم ولا مستقبل لسوريا بين أيديهم كائنا من كانوا. في الفترة الأخيرة كان في حديث عن إدراج داعش مع النظام ضمن التقارير الدولية وإدراج جرائمها مع جرائم النظام، لأي درجة هذا بيعرقل الأمور القانونية أو بيخلط الأوراق، ولا فقط هو إجراء سياسي مو أكتر؟ لن يعرقل، لأن ما ارتكب جرائم من أي جهة كانت سيتم محاسبته. الدم السوري هو دم سوري كائنا من كان أحرقه أو هدره بدون وجه حق أو ارتكب جريمة في سوريا، بالتالي الجميع ستتم محاسبتهم. هذه المسألة أعتقد أنها ضرورية لسوريا. إن شاء الله بنأمل هذا الأمر يتم بأسرع وقت ممكن. قبل ما نروح للمحور الثالث معك أستاذنا، نسمع تقريرنا الأخير ومنرجع. أدلت هند أبوات بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية خلال جلسة المجتمعات القديمة تحت الهجوم واستهداف داعش للأقليات، استماع حول موضوع الدينية. لم يكن من المقرر أن تكون الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا جزءا من نقاش الجلسة، وكان من المفترض أن يقتصر نقاش الجلسة على موضوع استهداف داعش للأقليات الدينية في الشرق الأوسط، إلا أن هند أصرت مرارا وتكرارا أنه من غير المنصف أن نخص بالذكر معاناة فئة دينية واحدة دون غيرها من الفئات الأخرى من السوريين التي تعاني بدورها أيضا، واعتبرت أن استثناء الفئات الأخرى من النقاش عمل غير أخلاقي، وأكدت على ضرورة تأمين مناطق آمنة ومحمية لجميع المدنيين. وأكدت هند أن أفضل طريقة لتقديم المساعدة للمسيحيين هي بإنهاء النزاع، وأن الطريق الأمثل لحماية الأقليات هو دعم وتعزيز ديمقراطية حقيقية فعالة. وأضافت أن المسيحيين في سوريا قد عاشوا مع غيرهم من السوريين جنبا إلى جنب لآلاف السنين، وهم لا يريدون أن يعيشوا بعزلة عن أشقائهم السوريين. ونرجع لضيف حلقتنا المميزة لليوم الأستاذ أنور البني. أستاذ أنور، يعني كان سمعت التقرير، شهادة مثل شهادة المعارضة هند أبوات لأي درجة بتأثر سواء من ناحية القانونية أو دعم فكرة الثورة وإنها مو حرب أهلية ولا أزمة ولا أي مسمى آخر؟
يعني مدام الهند منذ البداية كان موقفها واضح وكان دعمت حراك السني ودعمت موقف الشعب السوري. المشكلة جميع ما فيهم مدام الهند بذلوا جهود جبارة لشرح قضية المجتمع الدولي، قضية السوريين للمجتمع الدولي، وأعتقد أن قضية السوريين للمجتمع الدولي هي واضحة، ولكن هناك تغييب قصدي وقرار بعدم اتخاذ قرار، هناك قرار دولي بعدم اتخاذ قرار أو تردد أو لا أدري ما أسميه. حتى الآن المجتمع الدولي هو يقف متفرجا على مآسي وعداد السوريين الذين يقضون ويدمر بيوتهم. شرح القضية للمسؤولين هو صرخة أكثر منها تؤدي إلى فعل. كثير من المسؤولين صرخوا وهناك أدلة واضحة وكافية، وجميع المسؤولين في العالم يعلمون ماذا يجري ويعلمون من المسؤول عن ما يجري ويعلمون أن الأقليات ليست مستهدفة ولم تكن بحياتها مستهدفة في سوريا، ولكن الممارسات النظام هي التي أدت استغلت هذا الموضوع وأججته وغزت الصراع الطائفي في سوريا حتى أصبح يأخذ بعض هذه الفكرة في بعض الأحيان. ما قامت به مدام هند وقام به كثير من السوريين وعمل جبار وجهد رائع، لكن للأسف حتى الآن لم يؤدي نتيجة. أن المسألة ليست مسألة كسب رأي عام عالمي أو شرح قضية السوريين واضحة جدا للجميع، لكنها مسألة إجبار المجتمع الدولي على أن يتخذ قرار لإنقاذ السوريين. حتى الآن للأسف لا يوجد هذا القرار. طيب قبل ما نختم معك أستاذ أنوار، يعني إلى أن نصل لمحكمة ويرتفع الفيتو السياسي خليني سميه عن أخذ أي إجراء قانوني ضد بشار والميليشيات اللي عم تعمل معه ونقدر نوصل لنتائج، شو بإمكاننا نحن نفعل سواء مجتمع سواء رجالات قانون موجودين بالداخل السوري أو حتى مثل حضرتكم موجودين بالخارج، وشو بنقدر نعمل ولحتى نسرع أو نجيب نتيجة أكثر وأفضل؟ يعني حتى الآن أعتقد أننا يجب أن نأخذ أمورنا بأيدينا. هذا القرار يجب أن نقوم به بأيدينا. حتى الآن المجتمع الدولي يجب أن لا ننتظر أن يبادر المجتمع الدولي أن يقترح حلول ويقنعنا بها أو نتابعها. يجب أن نجبر المجتمع الدولي على أن يتبع حلولنا وأن نجد هذه الحلول بأنفسنا وأن نجبرها وعلى اتباعها واحترامها. هذا هو الأهم الآن، وهذا ما أحاول أن أقوم به بمحاولة إيجاد محكمة شعبية ربما لا يكون لها الصفة القانونية وقراراتها ليست مجزمة، لكنها على الأقل ستقوم بدعم أو وجود قضاة دوليين مشهود لهم بالنزاهة ومحامين دوليين مشهود لهم بالنزاهة، أن يقوموا بشكل قانوني مهني حيادي نزيه بكشف هذه الجرائم وإصدار الأحكام على جنات ربما لم تنفذ اليوم لكنها ستكون منارة للعدالة القادمة في سوريا. والخطوة الأولى لتعليم وتدريب كادر حقيقي سوري سيستلم ملف العدالة الانتقالية في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله، يعني هي بينقصها فقط التمويل والدعم، ما هيك أستاذ أنوار؟ بالضبط. إن شاء الله بنأمل تلاقوا الدعم والتمويل بأقرب وقت ممكن ونقدر نحن مثل ما تفضلت حضرتك نجبر نحن المجتمع الدولي على أخذ خطوة جدية بهالاتجاه. أنا كتير بدي أتشكر وجودك معي اليوم بحلقتنا من رمان الهوى أستاذ المعارض أنوار البني، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. مستمعينا قبل ما نختم، كتب معارض رضوان زيادي بعدما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في يوغوسلافيا سابقا تطور النظام الدولي باتجاه ما يعرف مبدأ حماية المدنيين ومنع وقوع جرائم الإبادة قبل معالجة آثارها ونتائجها،
بعد وقوعها أيضا. فتأسست محكمة الجنايات الدولية في العام 2002 وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ بات يعرف بمبدأ حماية المدنيين في العام 2005، متجاوزا المبدأ التقليدي في حماية سيادة الدول وإدراك أنه عندما ترتكب الأنظمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإنها تفقد سيادتها، ويصبح لزاما على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل حماية المدنيين ومنع وقوع الجرائم بحقهم. ترك المجتمع الدولي السوريين كي يعيشوا الألم وحدهم، يقتلون يوميا بأنواع مختلفة من الأسلحة لا قبل لهم بها. فالقصف الجوي بالطائرات الحربية المقاتلة حصدت أرواح أكثر من 300 ألف مدني إلى الآن، وتشهد حلب هجمات همجية من نوع استخدام البراميل المتفجرة. وكثف الأسد استخدام صواريخ بعيدة المدى والتي تصنف ضمن أسلحة حرب الدمار الشامل ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته. بختام حلقتنا لليوم ذكركم بتردداتنا مستمعينا ريف دمشق ودمشق على 96.7، أدلب حما وحمص على 94.6، حلب وريفة على 95.8، أما باللادقية فعلى 94.2. بالرقة وريفة بتسمعونا على 102، بالقنيطرة درعا وغالبية ريفة على 99.2. مدينة الريحانية التركية تابعونا على 95.8 أو على رابط البث المباشر orient-radio.net. أذكركم بتوقيت عرض برنامجنا رمان الهوى كل يوم سبت 2 و4 الساعة 4 بتوقيت دمشق. أسئلتكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك أورينت راديو. كل الشكر لضيفي اللي كان بحلقتنا لليوم، المحامي أستاذ أنور البني، هندسة إذاعية سلام مساعدة، عبد اللطيف. بلتقيكم أنا إيمان أحمد بالحلقة الجاية. باي باي. رمان الهوى مع إيمان أحمد. انتوا عم تسمعوا راديو أوريان. انتوا عم تسمعوا راديو أوريان.